جابة. طب انا هغلب نفسي ليه؟ كده متر وعشرين سنتي، كده راحوا العشرين سنتي. طب اوديهم فين؟ معايا 19 عفريت، لو ناموا هنا هيرسموا على النسوان دي، ولو ناموا هنا النسوان دي هترسم عليهم. بصوا كل واحد بقى نمكن باخوه ساعة بعضيكوا لحد ما اشوف لكم حتة واسعة. استنوا ولا اقول لكم؟ يلا يا مرن سوايا من هنا، يلا من هنا، سيب من هنا مفيش هنا تاني، يلا يلا اتحركي اتحركي، يلا المكان مكاننا والسجن سجننا براحتكم. مكاننا ايه يا ابني اللي انت بتعمليه ده في الناس؟ ما تخافيش انا ما اخافش يا دلعات، يلا لم عفريتك وقعدي على جنب. الله، طب هم جابوا سيرتي وجيبي سيرتهم ليه دلوقتي؟ ده اصغر واحد ينزل يململي. الشوايا اللي بتعمليهم دول ما يدخلوش عليا. شوايا؟ انا بقول شوايا؟ انا بقول شوايا؟ انت شوايا؟ يلا يا اولاد انت وهي كل واحد على سريرها، يلا ناموا. شرفت طبعا مهدكيا القنده ببلاش. كان بقالك يومين مخفي فين؟ ها؟ شارب سد الحنك ولا ايه؟ ما بتردش؟ والواد ظهره واقع كده ليه؟ الله يخرب بيته، كنت اربص كل ظهر الواد. ده فودة ابقى اعمل لي يد ماسك اللسان عشان اعرف اتكلم مع الراجل اللي بره ده. بلاش فضايح وتنام وانت ساكت، وتنزل الصبح بدري قبل ما الراجل يصحى. يا عمي اول ما هينام انا هخلع. الله يخرب بيت مسكاتك. ولا اصلك ولا جايه منين ولا بنت مين؟ مين اللي هيجي لنا الساعه دي؟ حمدي وبين انه شارب. انت خايفه منه كده ليه؟ انا خايف منه ليه؟ دي ساعه حد يزور فيها حد يا حمدي؟ عايز ايه؟ عاوز اشحن الموبايل. مش هفتح، انت بتستهبل. افتحي له يمكن ما معهوش شارجر. لو ما مشيتش هبلغ البوليس. هتسجني ابن خالتك عشان بطاريته فديت. انت صحيح هتتجوزي الجدع اللي اسمه تيمور ده؟ ايوه ماما موافقه. واللي عندك اعمله. لا بقى عندي كتير، وبقابليني لو الفرح ده تم. يلا يا حلوه تبقى نبدا تمارين الصباح، وكل يوم من ده مش نقعد ناكل ونفشول في السجن. يلا جاهزين؟ يلا قبل اي حاجه هنفك الجسم، الحامل ما تفكش معانا تتعب. يلا يلا فكك الجسم، يلا يلا. الست الست نفس عميق، خدوه وما يرجعش تاني، يتكتب. يلا واحد اثنين ثلاثه اهو، واحد اثنين ثلاثه اربعه. فكركم هنفضل كده؟ لا لازم نرجع نقول الناس ايه في الشارع اتجننا. يلا نرجع، واحد اثنين ثلاثه اهو، واحد اثنين ثلاثه اربعه. فك السد. يلا 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 يلا. دلوقتي بقى تمرين مهم عشان الظهر. ها كلنا عارفين يا حلوين ان الظهر فيه عمودين فقريين، واحد هنا واحد هنا. احنا ننزل عشان نفكوه، بس المطلقه ما تنزلش معانا، فاهمين؟ يلا واحد اثنين ثلاثه اربعه. ما نزلتوش ليه؟ كلنا متمرنين. نزل يا ولاد هوايه، انا ناقصاكوا على الارض. يلا نزلتوا، نخصم التمرين ده على السباحه. يلا 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 يلا. اللي تنفع اختها بسدها. يلا 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 يلا. نطلع تاني ولا الناس يقولوا علينا اتجننا؟ بنعوم في الاسفلت. يلا واحد اثنين ثلاثه اربعه، واحد اثنين ثلاثه اربعه. يلا فك الجسم تاني كده عشان الجسم يفرفش. دلوقتي بقى نعمل تمرين العضله اللي هنا اللي في الخد ده، الخد ده فيه عضله لما تكبس كده تفوق. يلا واحد اثنين ثلاثه هوبا، واحد اثنين ثلاثه هوبا. اسمع القلم، واحد اثنين ثلاثه اربعه، واحد اثنين ثلاثه هوبا. يلا 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 يلا. فكوا يلا تمرين اللسان، اللسان مش للراضي خلاص، ودي قالت ودي عادت. ها فك عضلة اللسان. انا قريه يا ام فاروق. ايه يا ست انت مستولي على الصخرة؟ انا هقولي ما الغش معاك. قريه يا ولادي مسكلع الواحدة في السجن ليه؟ ولا واحدة بلا قايمة، انا دماغي واقعة على سلام. لا ده انا لسه لاعبة رياضة وعندي باور. انا يهمني رياضة ولا رياضة، ما يخشش على الكلام ده. حقلب القلب يا ام فاروق. قولي فين؟ ما يهمكيش ما يهمكيش يا قريه، ما يهمكيش. يلا 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 يلا.
في زيارة علشانك عند المأمور. عشان أنا؟ آه. عشان واحد. عشان واحد. عشان واحد. تعرفيش مين اللي لك؟ لو النبي. عملت ايه في موضوعي يا خالتي؟ انت هتلغي كتير بقى وتقنعيني، قلت لك هجوزك، يا بنت الجواز بقى اسهل من المحشي دلوقتي. اسمع من بقك ربنا بس انت. لا دي عايزه رواقه، دي عايزه بس شوف ايه؟ شكلي حلو. عمر. الله. قولي يا راجل انت، انت بتردي ولا ايه؟ مش كفايه اللي جرالك اخر مره؟ تعالي يا خالانوسه. ما هو اللي جرالي علمني، لان المره فاتت دخلت غلط، المره دي داخل البيوت من ابوابها. ابواب ايه؟ انا مش فاهم حاجه. اقعدي بس يا خاله، الاول تشربي حاجه؟ اي حاجه دايت. لا لا دايت ايه؟ انا جايب معايا ازازه شربات، بعد اذنك يا فندم يفتحوها لنا عشان كل زميلاتها تشرب. واحده واحده عليها يا استاذ ببلاوي. اظني عارفه الاستاذ. هز المعرفه، ده ابويا، ده زي ابوي. ابوك ايه؟ انا مش هحسسك بفرق السن، انا هاخدك ونجري نجري نجري. الاستاذ ببلاوي جاي عشان يكتب كتابه عليكي. يا ست انت استني. الاستاذ ببلاوي جايب تسريح من نيابه ومخلص كل الاجراءات. والنبي مخلص؟ عالجدار عالجدار الفرخه بس يا عالجدار، ودي قادرها عالجدار. يا ست اهدي. معلش يا فندم، المفاجأة خلت الفرحة بالساعات. مالك؟ بعيط على مخدي البنايه. اختك؟ بتجوز كده ما بعيش حد من اهلي ولا الزمالك ولا حتى المحلة. كل ده اهلي مش عاجبك؟ ايدك يا سيد، ايدك يا استاذ، مديله لو سمحت. حاضر، بص مديله. قول ورايا زوجيني نفسك على سنة الله ورسوله. ايه ده؟ ياح ياح تاني. في ايه؟ تحت باطي بيقوم عليا فجأة. ولازم يقوم دلوقتي. استاذ انا عايز اكل وحدك. مستعجل ليه؟ يا رب يا كتير هنقعد عايزين يا راجل اتوكس. يلا. طب بعد اذنك يا فندم، ممكن تسيبونا لوحدنا؟ اه من حقكم. اتفضل يا استاذ عشان نسيب العرسان لوحدهم. يلا. هذا احنا بقينا لوحدنا. ببلاوي. يا ليل العين الببلاوي. احنا مش هننفع نتجوز. ليه؟ انا خايف عليك. في ايه؟ انا متجوزه من تحت. اه من تحت الارض. متجوزه منين؟ واحد في جنوب افريقيا. في جنوب افريقيا. طيب يعني بيسافروا يعني دول طيبين، مفيش منهم خوف. انا خايفه من التالت. وده منين؟ من جنوب افريقيا. الله، وانت واخده توكيل جنوب افريقيا؟ خايف عليك يا زوجة. الله الله الله، انت جيت على السيره يا احدب. احدب؟ لا يتجوزني ايه وانا ناقصه رجاله؟ ما كنتش اعرف ان حضرتك مرتبط بيها. ايه ايه ايه؟ تموته؟ اه موته، لكن ايه اللي عملته؟ لا ايوه ايه اللي عملته؟ لا لا يا احدب، انا اللي هقفل. لا 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 يا ولد، يا واسي في بنطلونه. يا نهار اسود ومشوا. يا سياده المامور، يا سياده المامور. هو اف عليهم. اركبي عايزك. لا من الاخر، هما جملتين. لفند اللي اسمه تيمور ضحك عليك وعمل فيها خالتي نوسة عشان توافقوا على جوازه. يا سلام، مش مصدقاني روحي زوري حبيبه القلب مرمي في سجن النساء. مش هوصلك. طب خدي حق التاكس. ازيك يا عم؟ اهلا يا نهار يا بنتي، ازيك؟ الحمد لله. هو مفيش حد منهم هنا ولا ايه؟ مفيش حد منهم هنا. انا مش عارف الولاد دول بيروحوا فين. انا بقالي يومين ما شفتهمش. خشي خشي استنيهم جوه، يمكن يجوا دلوقتي. طيب ميرسي. الهدوم دي بتاعت مين يا عم؟ دول بتوع تيمور. طبعا اذنك. اتفضلي يا حبيبتي، ما تقلقش هيكون عندك في المعاد. انا عارف ان برنامج هوا. سلام. طب نبلغ عنه البوليس ونخلص. عاوز فضيحته تبقى على الهوا واللي ما يشتري يتفرج. يا سلام، عايزنا نروح البرنامج اعترف ان دجال ونصاب. دجال واعتزال، فيها ايه؟ ايوه قبضت ايه انا؟ هتقبض اللي انت عاوز. اخد خمس بواكي. هدفع. طيب تقول لي بقى هقول ايه هناك؟ الحقيقه الخاله نوسه هي تيمور، وتيمور هو الخاله نوسه. عشان يتقبض عليه بتهمة النصب والاحتيال ويخلالك الجو مع نواف. ابن حلال. بالظبط. انتظرونا على الهواء وحلقة خاصة عن الدجل والشعوذة ومفاجأة البرنامج حضور فشنتي خادم الخالة نوسة على الهواء مباشرة في هلا شو. يا حبيبي يا ابني،
بقى انا ابني في سجن النساء يا كلاب. عمي عمي انت بتضربني انا بس يا عمي ما تضرب فوق. يا سلام وادي فوق. ايه يا عمي يا سلام ليه؟ فين الابره بقى؟ والله لا خيطكم في بعض يا كلاب. مين فيكم يا انت هو اللي كان بيجي لما كان ابني؟ فودا. مين؟ فودا. فودا ده حتى قصير زيه. قصير هو اللي عمل الماسك. انت اللي بتعمل الماسك؟ انت اللي بتعمل ايه؟ انا اللي كنت بنام. انا. طب انت انت طب المهم هنعمل ايه في ايه؟ قدامي على سجن النساء فورا. يلا بسرعه. هو بشندي الكلب اللي قلبه. طب هتعمل ايه؟ لازم اخرج من هنا. طيب قول انت عملت كل ده عشان تتجوزني؟ عشان ايه؟ ولازم الفرح يتم في ميعاده. انا عمري ما هسيبك ابدا. على فكره انا فصلت في سن الفرح. الف بركه. الفرح حلو وفرح. قول لامك ان شاء الله هيك. لو ما عرفتي ساقي شيلوا لي علبه الجاتوه بتاعتي. ها اوعى تنسي ان شاء الله. يا خاله. اه يا حبيبتي عايزينك. ايه طب انا هستاذن بقى. عايزه حاجه؟ لا ميرسي. معاك فلوس يا بنت؟ اه معايا. تاخدي حق الميكروباص؟ لا ميرسي يا خاله. طب انا كمان معيش فلوس. يلا باي باي. يلا زيارة خطة فتيات سراب هيعدموها بكرة امك ان شاء الله. يا بنت هات الصورة بقى. طيب يا خالد. كده تمام. عريسك عندي يا بنت. النبي يا خالة. اه. طب عايز اشوف. عشان انت حبيبتي حبيبتي اخليك تسمعي صوته. النبي. ايوه. طب بس غمضي عينك او اتفتحي من غير ما اقولك. السلام عليكم يا خالتي. اهلا. ازيك يا حبيبي؟ عروستك اللي قلت لك عليها. الله دي حلوه قوي يا خالتي. والنبي بوسها. يا انت بوسي ايه عيب بلاش اللي تقاتل. خليه بوسي يا خاله. يخرب بيتك ده طلعت فكحه. طب يلا واد بسرعه. حنيني يخرب بيتك وانت هتولعي فينا. انا قايله لك فتحي. قلت لك فتحي. طب خلاص هغمض اهو. لا تغمضي ايه خلاص. استنى علينا جمعتين بقى. هو صايع بيجي في اي وقت. وإن شاء الله هتتجوزي وهتتطلقي في كلبك كده. الله الله الله. انت عامله ايه يا وليه؟ انت ماشي في خط؟ هو انا خليك انت تروحي تشتغل. انا روح كده. لا يا حق. ايه يا ابو حسن انت ماسكاني ليه؟ طيب انا عارفه ان هي الزياره. تيمور تيمور انت حفلك صوت نبوه. وحشتني. انت اللي وحشتني يا حبيبي. ما تخافش يا تيمور انت ما عملتش حاجه. انت بريء. انت كان قصدك شريف بس بقى قابلني بقى لو حد صدق. ان شاء الله هيصدقوها. ولا فودة انا جاهز. امسك الصوره دي بتاعت الفيديو السجانه. قول لابوك عايز وشها بالظبط. ها بكره الصبح هتكون عندك. وانت يا عم تروح البرنامج تقول لهم الخاله نوسه هتطلع بكره على الهوا. خاله نوسه هتطلع على الهوا بكره. حصل. ابويا نعم. اخر حاجه والنبي عايز الفرح يبقى في ميعاده واعمل لي كل الترتيبات. كل حاجه مترتبه والفرح جاهز يا ابني. بس انت كده هتروح في داهيه. ادعي لي انت بابا. ربنا معاك يا ابني. ما هي حكايه الخاله نوسه وما هو سر الروشته الخفيه؟ خروج عفريت 100 جنيه، دخول عفريت 200 جنيه. وصلني ايميل بيأكد ان الخالة نوسة ستظهر معنا على الهواء برغم انها موجودة في السجن. ايوه تمام يا فندم. الخالة نوسة خرجت؟ لا يا فندم موجودة عندي في السجن. اوعى تروح كده ولا كده. لا لا سعادتك اطمن يا فندم. قالوا عينيكوا عليه. حاضر يا فندم. سلام. اتفضل سعادتك يا فندم. انا لا يا فندم. ايوه لا دوار. حاضر يا فندم. يا رجل احنا كبرنا على الكلام ده كتير. خالتي نوسه. خالتي نوسه اصحي. في ايه ده انا بضحك مع المرحوم. اصحي يا خالتي. المأمور واقف على الباب وعايزك. مأمور انت عملت ايه بس؟ والنبي ما عملت حاجه يا نقطة. بقول لك ايه بنت انت كلتي عندي كفته رز حلوه. ان شاء الله يخليكي كفته. ايه يلا بسرعه. طب يلا يلا بسرعه. طبعا انا اكل مخبر علي. لو النبي خالتي. اه والنبي ده هو. حطوها في حبس انفرادي لما نشوف اخرتها مع الداهيه دي. انفرادي انا؟ يبقى هتعدموني يا نقطة. عملتي ايه؟ النبي ما عملت حاجه. هيعدموك يا نوسه. ايوه يا فوق يا نوسه. لا احوها جوه. خش يا خالتي. والنبي ابدا انا مبسوطه بالانفرادي. على الاقل اللي معايا لهم مكان يناموا فيه. يلا يا عيال المكان مكاننا والزنزانه انفراديتنا. كده انا في نفسك. سامحيني والنبي يا خالتي.
اللي انا عملته في نفسي ده. ودبولي بقى الكوشه بسرعه. فرح ايه اللي هتعمليه والمحروس بتاعك في السجن؟ ما تخافيش يا ماما، انا متاكده ان شاء الله هيطلع. والنبي انت مجنونه هتفضحينا في الحته؟ موضوع موضوع غير عادي، الدجل والشعوذة والخالة نوسة صاحبة الصيت العادي. ونبتدي حلقتنا النهاردة من هلا شو. استاذ بشندي اتفضل معانا حضرتك ثواني. اتفضل. انا عملت ايه؟ ما عملتش. ما زلنا في انتظار وصول بشندي خادم الخاله نوسه، وفي انتظار المفاجاه الكبرى. وصلني ايميل بيأكد ان الخاله نوسه ستظهر معنا على الهواء مباشره الليله، بالرغم من انها موجوده في السجن. هتقولي الست دي؟ حاضر يا فندم. بقولك انزلي. ما هو يانا يانا انتي بقى وريني هتطلع ازاي. لا وجود للدجال وكل من يؤمن بهم فهو جاهل او مدعي. والنبي هتروح في 60 داهية، الراجل ده هيحصل له حاجة، مش بعيد يفرقع زي البومبا وهو قاعد. يبدو لي ان الدكتور عبدالله انتصر في النهاية بدليل عدم ظهور الخالة نوسة حتى الآن. مين اللي قال كده يا دكتورة هاي؟ أنا الحاجة نوسة حتى الآن، حد لي سوى في حاجة؟ يا جماعة كل واحد يقعد مكانه، فضل يا خالة، فضل يا خالة. أنا أحبك حياة النار، الناس كلها تحبك، الله يزيدك يا رب. أنت مين يا ست أنت؟ النبي ماليش دعوة، الخالة نوسة هي اللي عملت فيها كده. ليه؟ وعدتني هتجوزني. ده كذب، ده تضليل، دي بنت الخالة نوسة، ده تيمور. استنى واقعد مكانك. الواد ده انا عارفاه، الواد ده يطلع بره. ايوه الواد ده بصراحة بيتخلص من الأرمان. يطلع بره وعليه مارد، هو عارفه. لو حصل في المكان هنغرق كلنا، هنروح في داهية، ولو مش عايزين بقى يبقى انا اللي اروح. تروحي مين؟ بس اتفضلي يا خالة نوسة، هي اللي تروح ولا هو اللي يطلع بره؟ يا انت قلب التيمور قاتل، يلا مجنون، يلا يا اهبل برفاشل عليك. لا مش قادرة اقعد، انا لازم اروح لتيمور. هتروحي فين وتسيبي المعازيق؟ كده يا ماما تيمور هيروح في داهية. ما هو اللي جايبه لنفسه. طب استنى ما اجي معاك. انتوا رايحين فين؟ اقعدوا جوه يلا، اعزفوا مزيكا على ما نرجع لكم. انت رايح فين؟ تعال خش جوه، مش كفايه فضايح البنت رايحه بالفستان. معانا مداخلة تليفونية، مين معايا؟
الو، مساء الخير، ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا، مين معايا؟ انا خيري، اكلم الخاله نوسة؟ اتفضلي يا خاله نوسة، اكلمك. اهلا يا خيري، ازيك يا حبيبتي؟ خير، في مشكله؟ انا مشكلتي بقى ان انا تخينه قوي ومش عارفه اتصرف ازاي. لا تتحل يا حبيبتي، تتحل. وزنك قد ايه؟ يعني مش متذكره قوي، 200 250. ده انت عايزه تتفجري. طب بقول لك ايه، ما تروحي تصفطي، ما النسوان كلها بتصفط دلوقتي. ما انا جوزي مش راضي، مع ان اخته شفته وعلى ايدي. اخته شفته وامه؟ امه لا، امه شاده. اخته شفته وامه سال. انتوا من دار السلام؟ ايوه. عرفتي منين؟ ده انت رهيبه. طب اسمعي بقى يا حلوه، انت تصفطي غصب عن عين جوزك. اسمعي اللي بقولك عليه، بس قبل ما تصفطي خلي بالك، لازم هو يصفط قدامك، وامه تصفط، واخته اللي صفطت تصفط تاني. علشان وقت البرنامج، خالة نوسة انت وصلت شهرتك لفرنسا؟ ام، انا خدمت 3 سنين في باريس. وعلى كده بتتكلمي فرنسي؟ اه، جبر لي فرنسي انت خايف يا. كل ايميل من فرنسا بيطلب من الخالة نوسة تشخيص اي حالة على الهواء حتى يطمئن قلب الجمهور. اه، انا فاهمة الايميل ده، في ناس بيستكك فيا. لا، انا خلي قلبك يطمن، انت واوروبا كلها. تخافي؟ لا مفيش. أيوة، عملت البرنامج ده لازم يبقى قلبك حديد. حاضر. ايه؟ انا خايف. المكان ده فيه جن، فيه جن لابس حد قاعد معانا. اطلع بدل ما انت عارف انا هطلعك ازاي. 13/7. بعد كل اللي شفناه ده، تحب يا خالة نوسة تقولي حاجة للجمهور؟ طبعا، ده انا جاي عشان اقول حاجات للجمهور. طبعا كلكم صدقتوني دلوقتي، الكذب اللي عملته ده صدقتوني. اقول لكم دلوقتي مين تروحي ومين شمال شمال، صح؟ هو ده اللي بيعمله الدجال، نصاب، اي لعبة والناس تصدق وتمشي وراه، عشان غيبتوا عقلكم وبعدتوا عن دينكم فوق بقى. واكبر دليل على الكلام ده ان انا مش الحاجة نوسة، انا اسمي تيمور، والراجل اللي كان هنا ده عمرو صاحبي، وحاطين له حاجات بتطلع دم عشان نضحك عليكم. يا دكتوره، انا عملت كل ده عشان اتجوز البنت الواقفه العروسه اللي هناك دي، وما هي السبب، بس لما دخلت المجال ده اكتشفت ان كل الناس ماشيه ورا النصابين الدجالين، وهو ده اللي حصل. ومش خايف من المساءله القانونيه؟ لا، انا مستعد لاي مساءله قانونيه، انا لا اذيت حد ولا خدت فلوس من حد. ما انا قلت لكم من الاول مفيش حاجة اسمها الخالة نوسة. مين اللي قال الحاجة نوسة مش موجودة؟ أمال أنا أبقى مين يعني؟